والله القصة أنا من ساعة أو ساعتين كده بدأت المواقع بتكتب على إنه انتقل للزمالك وإنه هو حصل على الاستغناء، وده كلام يعني عادي من الصحة تماما لسبب واحد، لأن هو القصة من حضرتك احكي لنا، يعني وكيله كان معانا من شوية في مداخلة قال لسه لحتى الآن ما فيش حاجة بصراحة بأمانة، يعني عشان دي الحقيقة والحقيقة الـ 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 الإدارة في نادي الطلائع برضو كذبوا الخبر العميد أحمد المهدي على اساس الاجتهادات، بس ما تبقاش يعني بالشكل ده. السبب في كده ان احنا في اتفاق اللاعب لاعب نادي نجوم الاساس، وقد انتقل الى نادي الطلائع من 2019 على سبيل البيع ولا عارف يا فندم؟ على سبيل البيع مع حق حصول نادي النجوم على 50% من إعادة بيع اللاعب وأي مميزات أخرى تضاف للاعب. شاطر أنت في الحاجات دي، أنا عارف شاطر. الحمد لله، يعني نادي بيجتهد وبيحاول إن هو يخرج لعيبة كويس. المهم إن العقد بينص في أول بند من بنوده إن هو في حالة تلقي نادي الجيش عرض من أي نادي يجب ان يبعثه لنادي النجوم رسميا ويوضح فيه كل التفاصيل. هو عقد ثلاثي يا فندم؟ بعقده ثلاثي ولا عندي ثلاثي ولا في ولا بند في العقد؟ لا ده البنود العقد هقول لك عليها، ده البند الاساسي اهم بند ان هو لو جاله عرض 50% فان هو يبعته للنجوم بنفس الصيغه بتاعته بصوره منه يطلع عليها ويقول له والله لو كان العرض مناسب فنادي نجوم يقول اوكي انا موافق. لو ان نادي نجوم عنده القدره ان يجيب عرض اكثر قيمه من العرض المقدم فيقول له لا انتظر انا من حقي 7 ايام، خلال ال7 ايام دول اقدم عرض اعلى. طب عند حضرتك عرض اعلى للسيسي لعمرو السيسي؟ ما انا هكمل حديث ساعتها. العرض الاعلى هو اللي اتاخد بيه بدون اي محاولات تانية. تمام. يعني لو النهارده هو جاله 5 قروش وبعدين حصل ان بعد كده هو جبت عرض تاني ب6 خلاص اصبح يتباع ب6 على طول ايا كان الوضع. يعني طيب حضرتك يعني زي ما قلت انت شاطر، حتى كان في قصة ابراهيم حسن بس لسه خلص مع قصة طبعا عمرو السيسي الاول. يعني اللاعب من حقه وقع لنادي الزمالك في اي وقت مع الاحتفاظ بحقوق نادي نجوم المستقبل. اللاعب طرف ثالث في العقد، طرف ثالث العقد بين النجوم وبين الطلائع. الطرف الثالث موقع في العقد ده هو ان هو عليه الالتزام بكل ما جاء بالعقد، فهو غير يعني غير معني بالكلام ده كله. هو الحق الوحيد له ان يتفق على القيمه الخاصة بعقده مع النادي الجديد اللي هو هيروح فيه. لكن كل ما يتم او ما كان موجود في العقد ما بين النجوم والطلائع اللاعب موقع على الالتزام بكل هذه التفاصيل. طيب حضرتك كرئيس مجلس اداره نادي نجوم المستقبل، هل انت محدد رقم معين لبيع عمرو السيسي لاي فريق؟ مش هنقول للزمالك لا، ما انا دلوقتي يعني انت راجل برضو، انا معلوماتي من ايام ما كنا في التلفزيون المصري مع بعض دايما طبعا. مع بعض 6-9 انك انت دارس تسويق رياضي ودارس استثمار وفاهم بس انت الاستاذ يا ريس لازم يعني احاول احسسك ان انت تطلع منك احسن ما عندك. الاستاذ دايما يعني بيحتفظ بالمعلومات على السبورة على طول. خلاص يا استاذ او على البورد. لا هو انا هقول لك حاجه، هو العرض انا يعني مهما قيل وطلعت ناس كتير كلمتني وقالت العرض كذا كذا ولا يعنيني هذا الكلام سبب واحد، لان لن اعتد الا بالرقم اللي هيجي. وده حقك يا فندم على فكره طبعا، وبناء عليه انا عندي عرض تاني هقدمه. لكن عايز اقول حضرتك اريد عندك عرض تاني لعمرو السيسي؟ ما انا بقول لك يعني لو شوف الاول 7 ايام يعني النهارده العرض اللي جه اللي بتقدم لنادي الطلائع عرض مرضي لينا ولنادي الطلائع اكيد ما نبارك الموضوع. نحاول اقصى درجه لسبب واحد ان هذه المؤسسه نادي الطلائع مؤسسه محترمه عسكريه محترمه طبعا، والتعاون معاه تعاون دايما مثمر، وانا دايما بتطلع الى تطويره وتنميته، فلابد ان انا امشي في الرولز او القواعد اللي هي العقد محددها وبنقرر مع بعضينا. يعني هم ناس يعني طبعا ملتزمين لاقصى درجه ممكن تتخيلها. يعني يعني اسمح لي برضو احييك على جزئيه، انت حضرتك
أستاذ في القصة دي في التسويق، دايما اسم الأستاذ محمد طويلة بيقحم في بعض المشاكل، منها إبراهيم حسن على سبيل المثال. أنا لسه كنت بتكلم في الحلقات اللي قبل كده بقول إن على أي مجلس إدارة أو على أي نادي لابد أن يدرس اللوائح قبل بداية كل موسم والعقود اللي بتتعمل لك وعليك، وفي الاخر يجي يقول لك لا ده محمد طويل ده بتاع مشاكل، ده عايز يعطل ابراهيم حسن، لا ده عايز يعطل صفقه السيسي، العقد شريعه المتعاقدين. طيب كويس يا محمد قدمت مقدمه، وانا هقول لك حاجه. بص، عرض ابراهيم حسن ده منتهي، لا رجعه فيه، واخد حكم المحكمه الرياضيه العليا، واخد حكم الفيدراليه العليا في سويسرا الذي لا يجوز بعديه اي طعن، خاصه الاسماعيلي طعن واترفض برضه في المحكمه الفيدراليه في زيورخ. فده الموضوع ده منتهي. عمليه المماطله، عمليه كذا، ده دي مساله هتعود عليهم بالضرر. بمعنى ايه؟ كل التاخير المبلغ زاد 6 مليون و400 ألف خلال فترة المماطلة دي، فكل ما بيزيد ده على الإسماعيلي يا فندم؟ أيوة طبعا، تمام، العداد بيعد عليه. حاجة تانية، النهاردة الدولار في العالم كله وليس مصر في ارتفاع وتغيير، اي ارتفاع هو اللي هيدفعه. يعني هو فكر شطاره انه يؤجل ويعطل ويعمل. انا يعني بالنسبه لي انا حذرتهم مره واثنين، وكان لسه في اجتماع في اتحاد الكوره مع المهندس الكومي. على فكره يا فندم، انا كلمت نائب رئيس النادي والمهندس يحيى الكومي شخصيا، لو كان هناك بعض العقوبات او بعض المشاكل حلها، عشان القيد لسعد الجزيري مدفعهم تقريبا 9 مليون جنيه تقريبا. ده كلام مظبوط. هو طبعا حل الجزيري على اساس ان هو الجزيري الحكم جاي له من الفيفا مباشره. طيب، لكن حكم المحكمه اللي هي الكاس، الاحكام دي بترجع لاتحاد الكره المصري علشان لجنه الانضباط تطلع ما يسمى العقوبات الرياضيه الرادعه. ايه هي العقوبات؟ لو حد مش عايز يدفع فيبداوا يدوله وقف قيد، يديله بعد كده خصم نقاط، بعد كده خصم نقاط مضاعفه، بعد كده نزول درجه ادنى. فهو النهارده معتمد ان كان في الاتحاد السابق بتاع احمد مجاهد يعني ما طلب مره واثنين وثلاثه وعطلوا تنفيذ الحكم، لكن الى غير راجع الحكم يعني هيتنفذ. حضرتك قلت ان الفوائد 6 مليون و400، امال المبلغ الاصلي كام؟ يعني هو الناس كلها عارفه، هو كان 20,250 اصبح 28. النهارده انا بكلمك هيكون زاد شويه كمان. استاذ محمد طويله رئيس نجوم المستقبل، بشكرك شكرا جزيلا.